الله وبركاته. اليوم حناخدو الدرس phrasal verbs اللي هو بصفحة 17. let's get started. طبعا phrasal verbs اللي هو let's read this first section. natural English conversation, المحادثة في اللغة الإنجليزية الطبيعية يعني في الحياة اليومية, includes many phrasal verbs يعني فيها هلبة phrasal verbs. These are شنو phrasal verbs. phrasal verbs في الأساس these are made up of two words. يعني phrasal verbs تتكون في العادة من كلمتين, أول حاجة اللي هو الverb اللي هو الفعل, والتاني حاجة اللي هو a preposition اللي هو حرف جر. خلونا نشوفه, أعطيك هو مثال. for example I get up at 8 o'clock. لو نجيت نبي نفهم كلمة get بروحها, get بروحها اللي هي معناها يتحصل, وأب بروحها معناها إلى الأعلى. لو يعني حاولت إن نفهم المعنى من خلال الكلمتين هذه نبي يعني نحللها ونستنبط المعنى, مش حتقدر تستنبط المعنى هنا اللي هو I get up at 8 o'clock, صعب إنك أنت تفهم المعنى. لكن أفضل شيء للفريزر فيربس إنك أنت تحفظهن حفظ, لأنه صعب إنك أنت تستنتج المعنى من خلال الكلمتين المكونة للفريزر فيربس. ف get up المعنى متاعها انك انت تستيقظ, زي ما قلنا get بروحها يعني اتحصل, و up يعني الى الاعلى. ف I get up تصبح I get up at 8 o'clock تصبح معناها انا استيقظ عند الساعة الثامنة تماما. complete these sentences below using the phrasal verbs in the box, يعني كمل الجمل هذه باستعمال the phrasal verbs اللي موجودة في الصندوق. You will have to change the forms of some of the verbs. يعني يلزمك انك انت تغير تصريف الفعل او تركيبته حسب موقع في الجملة. To make the grammar of the sentence correct. يعني باش تكون الجملة صحيحة من ناحية القواعد. The first one has been done for you as an example. يعني اول واحدة هو حلها كمثال ليك انت. اول شيء خلونا نشوفه شنو phrasal verbs اللي أعطيه لنا. أول حاجة اللي هي break down. break down لما الشخص break down أو breaks down يعني to start cry, يعني إنه هو يبدأ بالبكاء, and become upset ويصبح حزين. ف break down بالمعنى الترجمة بتاعتها تصبح ينهار أو ينهار عاطفيا, انه هو يبدأ يبكي ويبدأ غير متزن عاطفيا. فهذا هو معنى break down. تاني phrasal verb اللي هو bring up. bring up اللي هو تساوي او معناها to cough up material. طبعا هذه كلمة cough يعني يسعل السعال او الكحة, شوف النطق بتاعها اللي هو سي او يو جي اتش. طبعا هنا جي هنا جي اتش تنطق ف, فكف اب معناها انك انت يسعل او يكح يطلع مادة materials such as mucus اللي هو المخاط from the lungs or throat اللي هو من الرئة او من throat اللي هو الحلق. ف bring up بمعنى انه هو السعال اللي هو المعبي, فيسعل سعال يعني فيه مادة. وبالتالي ان cough up هو يعطي نفس المعنى. to cough hard نفس معنى bring up. to cough hard انك انت يسعل بشدة لدرجة انه هو to expel يعني يطرد او يخرج مادة from the trachea اللي هي الحنجرة. بعدين عندنا drop off يقصد بها اللي هو to fall asleep اللي هي انك انت تغفو او تنام, لكن تنام بشكل بحيث انك انت بتندريش على روحك. فأقرب معنى لها اللي هو انه هو زي ما احنا نقوله ياخده سهو او يعني ينام بدون ما يحس بروحه. هذا معنى drop off. بعدين عندنا get
around get around. شوفوا كلمة verb get عندها الـ buffer of verbs، فنكونوا يعني نردوا بالنا من الفعل هذا. ليش؟ لأن كل phrase of verbs عندها معنى مغاير لل phrase of verbs الثانية. ف get around، get around معناها to move about، يعني إنك أنت تتنقل تتحرك من مكان لمكان. إذا قلنا get around معناها تتحرك من مكان لآخر. بعدين عندنا get over، get over هو طبعا هذا مثال هو حل، to become better after an illness or shock، يعني إنك أنت تصبح أفضل بعد إصابتك بمرض أو صدمة معينة. هذا اللي هو get over. get over قلنا معناها إنك أنت تتعافى، get over تتعافى من مرض أو من صدمة معينة. بعدين عندنا give up، give up اللي هو تتخلى أو تقلع عن فعل شيء معين أو عن شيء معين. give up يعني not to do something anymore، يعني إنك أنت تكف عن فعل شيء معين، يعني تكف عن عادة معينة أو أي أو عن فعل أي شيء معين، هذا معنى give up. بعدين عندنا go down، go down يعني يقل أو يصغر في الحجم، to become smaller، هذا معنى go down. وعندنا بعدين الفعل، طبعا هذا ال key silent، نقوله knock out، knock out يعني يفقد شخص ما وعيه، يعني في العادة انك انت تسبب شخص اخر انه يفقد الوعي، بمعنى to hit someone انك انت تضرب شخص so hard بشدة that he or she is no longer conscious، يعني تضربه لدرجة انه هو يفقد الوعي انت. طبعا النوك اوت هذه موجودة حتى في رياضة الملاكمة، وهي تسمى بالضرب القاضي، يعني لما احد الملاكمين يعني يضرب الطرف الثاني ويفقد الوعي يقولوا لها دي نوك اوت، نوك اوت. بعدين عندنا لوك افتر، لوك افتر اللي هو to take care of a person and attend to his or her needs، يعني انك انت تأخذ او تهتم بشخص، تهتم بشخص وانك انت تلبي لهم حاجاتهم، يعني تنفذ لهم طلباتهم. في العادة يعني لو شخص مستحق انه في حالة مرض او انه هو كبير في العمر او حتى صغير في العمر، الفعل هو look after يعني تعتني بهذا الشخص، انت تعتني به وتقدم له الرعاية. ف look after معناها تعتني بشخص ما. شوفوا احنا هي look بروح معناها ينظر، و after معناها بعد، لكن لما تصبح look after تصبح بمعنى يعتني. بعدين عندنا pass out، pass out يعني to faint، يعني يفقد الوعي. أنا pass out و knock out، knock out معناها أنت تسبب الشخص، أنت تسبب للشخص أنه هو أو شيء يسبب للشخص أنه هو يفقد الوعي، لكن pass out معناها هو يفقد الوعي من اللي. بعدين عندنا pick up، pick up to catch a disease، يعني أنك أنت تلتقط مرض، يعني تصاب بالعدوى. خاصة يعني لو مشيت لشخص أو مشيت لمكان معين فأنت منها تصيبك العدوى من هذا الشخص أو من هذا المكان، فأنت اسمك يعني you picked up the disease ولا you picked up the infection from that person. بعدين عندنا الفعل prop up، prop up يعني سند، يعني خاصة في باستعمال الوسائد to support a person، انك انت تدعم الشخص باستخدام الوسادات، يعني with pillows، pillows اللي هن الوسادة، يعني لو مريض مش قادر يقعمز انت بتسنده بالوسائد. بعدين take after، take after، take براحة اللي هو يأخذ و after يعني بعد، لكن take after تصبح بمعنى يشبه، خاصة يعني لو في حد يشبه لأبوه أو لخالة أو لعمه أو إلى آخره، فنقوله that person takes after مثلا his father، يعني انك انت to be like one or other parent،
حتى يعني مش بالضرورة parent، حتى يعني الأقارب التانيين يعني. بعدين عنا take off. take off يعني ينزع، to remove something يعني انك انت تنزع شيء معين، especially clothes يعني وبالخصوص الملابس. فلو شخص يعني لو الدكتور مثلا قال لك take off your shirt يعني انزع قميصك او انزع يعني اي شيء اخر. اوكي طب خلونا نمشي نشوف التمارين. انا اول تمرين اللي هو already done for you، he got over his cold. احنا قلنا get over يعني يتعافى، وطبعا بحكم ان الجملة في الماضي، الماضي من get اللي هو got، الماضي من get اللي هو got. وطبعا الملاحظة لما نبو نصرفوا الأفعال phrasal verbs، الحاجة اللي تتغير اللي هي الفعل وليس ال preposition. يعني منجوش مثلا ندير ايدي هنا بعد ال over ولا s ولا ing، لا اللي يتغير هو الفعل، ال preposition يقعد زي ما هو. ف المثال الأول هو بيقول إن الشخص هذا تعافى من ال cold. cold زي ما نعرفه إنه هو البرد، ف منقوله get over، وبحكم انه هي الجملة في الماضي فبتصبح got over. بعدين عندنا رقم اثنين اللي هو the nurses. the nurses اللي هن الممرضات او الممرضين، لان nurse قد تعني الذكر او الانثى، يعني ما هيش مخصصة لجنس معين. the nurses are خيرهم. بعدين مسافة her very well. هو بيقول ان الممرضين او الممرضات يعتنوا بها بشكل ممتاز. طبعا هو الفعل يعتني اللي هو look after. look after، لكن بحكم ان الجملة في المضارع المستمر لازم نحط الفعل في المضارع المستمر. طبعا هو عاطينا are. ليش are؟ لان الفعل اللي هو nurses. nurses يعني جمع، يعني ضميرهم they. فمنقول the nurses are، وبعد ال are نحط الفعل زائد ing، نحطه زائد ing. ما نقولوش the nurses are مثلا look after، لا ما جيش، لازم نحط الفعل في ال ing. فنقول the nurses are looking after her very well، يعني الممرضات أو الممرضين يعتنوا بها بشكل جيد أو بشكل ممتاز. بعدين عندنا رقم ثلاثة، he must have مسافة the disease when he was traveling in Africa. هو بيقول لابد أن هو التقط المرض أو أصاب أو أصيب بالعدوى لما كان يسافر في أفريقيا، أو لما معناها كان في رحلة السفر اللي هي في أفريقيا. فإحنا قلنا التقاط المرض أو الإصابة بالعدوى اللي هو pick up. pick up، لكن هنا الجملة في هو بيقول must. هنا must معناها هي must فعل عندها هلبة معاني، واحدة منها انك انت يجب ان تفعل كذا، لكن هنا مش بمعنى انه هو يجب، لكن هو بيقول لابد، يعني يحكي على likelihood اللي هي احتمالية حدوث شيء معين. هو بيقول لك لابد انه هو أصيب بالمرض هذا لما كان في أفريقيا. فهو بيقول he must have، ما نقولش he must picked up، لأن ما تجيش، لأن أي فعل بعد المصدر يكون في المصدر. فبش نحط الفعل هو في الماضي لازم نحطه قبل have، فمنقوله he must have، بالتالي الفعل نحطه في الماضي أو في مش الماضي اللي هو التصريف الثالث هنا picked اللي هي مضيفة لها ed. he must have picked up the disease when he was traveling in Africa. طبعا هنا when he was عندما كان يسافر في أفريقيا. طبعا الفعل زي ما تشوفوا هنا حطيناه في التصريف الثالث لأنه جاي بعد have، والتصريف الثالث اللي هو picked. أوكي. اللي بعدها رقم أربعة، she often، هي غالبا ما in front of the TV، يعني
قبالة التلفزيون أو قدام التلفزيون، in front of يعني لما تتفرج على التلفزيون. هو بيقول إن هي تنام أو تغفى لما تكون يعني تتفرج على التلفزيون. فالفعل اللي هو يغفى اللي هو drop off بحكم إن الجملة في الزمن المضارع البسيط، فمنقوله she often drops، نضيف اس. ليش اس هنا؟ لان الفاعل متاع الجملة she، والجملة في الزمن المضارع البسيط، فبنحط اس للفاعل. she often drops off in front of the TV، يعني في مقابل او قدام التلفزيون. في الغالب هي تغفو لما تتفرج على التلفزيون. رقم 5، when we told her، عندما اخبرناها، that، شو أخبرناها إحنا؟ that her father was ill، عندما أخبرناها أن أباها كان مريضا. she مسافة، يعني شو صار لها؟ هو بيقول لك إن هي فقدت الوعي لما إحنا أخبرناها أن أبوها يعني مريض، فهي فقدت الوعي. فقدان الوعي قلنا اللي هو pass out، لكن هنا ضروري نحطها في الماضي لأنه هو يحكي عليه حاجة صارت في الماضي، احنا اخبرناها فهي فقدت الوعي. فالافعال الزوز بنحطهم في الزمن الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط من pass اللي هو past. طبعا زي ما شفنا في جميع الافعال phrase of verbs اللي يتغير او اللي يتصرف هو الفعل، بينما preposition يقعد زي ما هو. فصبحت she passed out. بعدين عندنا she broke down and cried as she described the symptoms to the doctor. هو بيقول ان هي بينما كانت تصف الاعراض للدكتور بدأت انهمرت في البكاء، يعني فقدت يعني اتزانها. فالفعل هذا اللي هو break down، لكن طبعا زي ما نعرف ان break فعل irregular، ف الماضي منا broke، الماضي منا broke. فحل التمرين هذا هو she broke down and cried، يعني هي انهارت وبدأت في البكاء as بينما كانت as she described the symptoms، بينما كانت تصف الأعراض. كلمة symptoms اللي هي الأعراض to the doctor، يعني كانت تصف الأعراض للطبيب. رقم 7، he مسافة his father. هو بيقول ان هو يشبه لأباه. ف he احنا قلنا الفعل او phrasal verb اللي بمعنى يشبه اللي هو take after. فبحكم ان الجملة في المضارع البسيط تصبح takes، he takes after his father. رقم 8، the doctor asked him، الطبيب طلب منه. طبعا ask يعني السؤال، بمعنى سؤال وإجابة، وجي حتى بمعنى أنه هو يطلب من أنك أنت تطلب من شخص حاجة معينة، أنه هو يدير حاجة معينة. ف the doctor asked، الطبيب سأله أو طلب منه أنه هو يدير his shirt اللي هو القميص بتاعه. هو بيقول أن الطبيب طلب منه أنه هو يحول القميص بتاعه. فالفعل ان هو ينزع هو take off. طبعا هنا الفعل في المصدر لان جاي قبلها to اللي هي يقولها to infinitive، يعني to المصدرية. فهنا الطبيب سأله ان هو يحول القميص بتاعه. The doctor asked him to take off his shirt. بعدين رقم 9، ان he was bringing up mucus. mucus اللي هو المخاط. bring احنا اللي بنقوله هو كان يكح في يطلع في مخاط. فالفعل او phrasal verb اللي هو يكح او يطلع في مادة بالسؤال متاعه اللي هو bring up. لكن هي الجملة في الماضي المستمر. كيف عرفنا الماضي المستمر؟ لان فيه verb to be was، فالفعل لازم يكون في ال ing. He was bringing up mucus. بعدين أنا اللي بعدها
رقم 10 since she had the accident. since she had the accident يعني منذ تعرضها للحادث. طبعا هذه بمعنى الماضي من have يعني يتحصل، لكن هنا معناها يتعرض، يعني ما فيش حد يعني تقدر تقول ان هو لديه حادث، لكن نقول تعرض لحادث، فالجملة تصبح since. since يعني منذ تعرضها أو تعرضها للحادث، منذ تعرضها للحادث شي صار she مسافة using crutches. crutches اللي هن السندات اللي يمشي عليها المريض لو شخص يعني رجله مكسورة أو يعني نقوله يعني شخص أعرج، فيستخدم في crutches. crutches اللي هن احنا نقولها القلية. فهو بيقول لك ان هو منذ تعرضها للحادث هي تستخدم في الجيليات باش تمشي. ف شي هو الفعل بمعنى انه يتحرك او ينتقل من مكان لاخر اللي هو get around. get around لكن الفعل لازم نحطه في الماضي. she got around. she got around using crutches. she got around using a crutches. بعدين عندنا رقم 11 اللي هو I was advised to مسافة smoking. I was advised طبعا الجملة هذه في الباسيف يعني نصحوني، مش معروف من اللي نصح، لكن الجملة في الباسيف I was advised. advise يعني ينصح. I was advised تم نصحي انني smoking. smoking اللي هو التدخين. طبعا الفعل هو بيقول نصحوني بأن أقلع عن التدخين، والفعل يقلع اللي هو give up. give up طبعا الفعل هنا في المصدر، ليش؟ لأن قبله to. قبله to. I was advised to give up smoking. I was advised to give up smoking. بعدين عندنا رقم 12 اللي هي he was مسافة by a blow. a blow يعني ضربة to the head. he was مسافة by blow to the head يعني ضرب على الرأس. هو بيقول يعني هو فقد الوعي عن بسبب ضرب على الرأس. فالفعل يعني يفقد الوعي بسبب شيء معين اللي هو knock out. knock out لكن الفعل هنا بيجي في التصريف الثالث، ليش؟ لأن الجملة في الباسيف. الباسيف he was knocked out. he was knocked out by a blow to the head. رقم 13 the nurse. the nurse اللي هي الممرضة أو الممرض مسافة the patient with pillows. pillows اللي هنا الوسائد. يبي يقول أن الممرضة أو الممرض سند المريض بالوسائد، فقلنا الفعل يسند اللي هو prop up. prop up لكن الجملة في الماضي فنقول propped up. propped up طبعا ندير دبل بي، لإيش؟ لأن الفعل ينتهي بساكن قبل متحرك قبل ساكن. لما يكون الفعل ينتهي بساكن قبل متحرك قبل ساكن ضروري نديره دبل لما نضيفه اي دي ولا نضيفه اي ان جي. فنقوله the nurse propped up the patient with pillows يعني الممرض أو الممرض سند المريض ب pillows. pillows اللي هن الوسائد. بعدين عندنا رقم 14 اللي هو the swelling. swelling اللي هو الانتفاخ. has started بدأ to مسافة. هو بيقول ان هو الانتفاخ او التورم بدأ ينقص في الحجم او يصغر. فالفعل اللي هو يصغر go down اللي هو يقل او يصغر في الحجم. started to go down ليش؟ في المصدر مش في الماضي ولا في التصريف الثالث، لان قبل to. قبل to. رقم 15 she became worried يعني أصبحت أو أصبحت قلقة when the girl عندما بدأت الفتاة started بدأت blood. blood اللي هو الدم. هو بيقول لك هي بدأت قلقت عندما بدأت الفتاة يعني تسعل في الدم. فالسعال اللي هو coughing up يعني كحة معبية بالدم. هذه نهاية درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.